التلفزيون العربي. لماذا تكون بعض رسوم الكاريكاتير مزعجة للبعض؟ هل لأنها ربما أكثر تعبيراً أم لأنها ساخرة؟ أم ربما لأنها سريعة الانتشار؟ حالة من الحالات الأخيرة التي يبدو فيها الكاريكاتير مزعجاً ومعبراً في الوقت ذاته هي حالة الرسام المصري أشرف عمر. ففي آخر 24 ساعة تصدر اسم أشرف عمر منصات التواصل الاجتماعي. لماذا؟ السبب اعتقال الأخير من دون معرفة التهمة أو حتى مكان الاحتجاز. موقع المنصة المحلية الذي يعمل فيه عمر قال نقلا عن زوجته ندى مغيث أن قوة أمنية بلباس مدني اقتحمت مقر سكنهم بحدائق أكتوبر غرب القاهرة وألقت القبض عليه الساعة 1:30 فجر الاثنين وقت تدفو إلى مكان غير معلوم. وفي التفاصيل فإن زوجة عمر لم تكن في المنزل إلا أن كاميرات المراقبة القريبة من العقار أظهرت دخول مجموعة من الأشخاص إلى المنزل. وبعد نحو 40 دقيقة خرج عمر معهم وهو معصوب العينين. غادروا المكان في سيارتي ميكروباص بحسب المنصة. أما عن سبب اعتقال عمر يرجح ناشطون انتقاده أزمة الكهرباء في رسوماته الأخيرة ومنها ما كان يتندر على انقطاع الكهرباء وإمكانية تشغيل قطار المونوريل في ظل قلة الموارد كما يظهر شاهدينا في هذه الصورة. نقابة الصحفيين المصريين أدان توقيف عمر وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه وملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه. وقالت النقابة في بيانها توقيف عمر يعد الحالة الثانية لاستهداف وملاحقة الصحفيين خلال أسبوع بعد القبض على الزميل خالد ممدوح والذي ظل مختفيا لعدة أيام قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا. طبعا منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا. نقرأ للمدون المصري سامي كمال الدين الذي قال اعتقال فنان الكاريكاتير والمترجم الأستاذ أشرف عمر جريمة جديدة تضاف إلى جرائم قمع الحريات في مصر. أما الكاتب جلال الشائب فقال أنه منذ أن عرفت الخبر وأنا في شدة الحزن وشدة القلق. الحزن بالقبض على شاب مهذب ومثقف ومحترم مثله، تهمته الوحيدة أنه يحب وطنه ويكره الاستبداد. بينما قال يوسف أبو عالية أن كاريكاتيرات أشرف عمر كان ممكن تعدي بهدوء عادي، بس بيدخل الضابط يعمل الحركة ويعتقل الرسام ويقدم خدمة جليلة للكاريكاتيرات نفسها. نشير مشاهدينا إلى أن واقعة توقيف عمر تتزامن مع عقد جلسات الحوار الوطني لمناقشة قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية، لعل من بينها ملف الحبس الاحتياطي لكونه على رأس قضايا الحريات وحقوق الإنسان. التلفزيون العربي.